السلام عليكم خوتنا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم يا ربي امور كريمه للجميع، وتدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا يا ربي. هذا الفيديو غادي يجيكم جديد ان شاء الله باذن الله. شحال من واحد يتمنى واحد الحاجه نوريها لهم، ودابا جا وقتها، ولكني ما نبقاش عاود نوريها بزاف، باش غتبدل عليكم. كل مره غادي تبدا بينا كيفاش غادي تبان، ديروا يعني ديروا كيفاش كانت وكيفاش ولات، عاود كيفاش ولات كيفاش كان، فهمتي؟ اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نوريكم ليلياتي كيفاش، سبحان الله العظيم كيفاش كانت، فاش يلاه كانت في الكلينيك، كيفاش مسكينه حتي تبقى فيكم، كيفاش كيفاش دوزت داك المراحل ديال لا كلينيك، فاش يلاه خرجت فيها فيها 800 غرام مسكينه، فاش تولدت فيها 800 غرام والله يرحمها اختها، كانت فيها كيلو، كان في كيلو شي حاجه، سبحان الله العظيم كان فرق بيناتهم شويه، كانت الاخرى الله يرحمها كانت شويه وافيه على ليليا. ليليا سبحان الله فاش خرجت الاخرى ميته، ليليا سبحان الله داروا لها بحال هكا وخرجوها، خرجوها صغيره، عرفتي تنتسنى هي الصوت ديالها نتسمع، الاولى ما تسمعش نهائيا الصوت ديالها، والثانيه عاد باش تسمع الصوت ديالها، وما شتهاش، ما وراوهاش، ما وراوهمش ليا بجوجهم كاع، ما وراوهم ليا. راكم عارفين هادشي، وراكم تبعتوني شحال من مراحل دوزناها وداكشي، وبقات عندهم شهر ليليا، حيت قالك ما يمكنش تخرج في هاد 800 غرام، خصها على الاقل على الاقل دير كيلو ونص عاد باش يمكننا نخرجوها نعطيوها لك. واخا لالا عرفتي، تخيلوا اقسم بالله ما شتها ولدتها، وبقيت 3 ايام وانا ناعسه الفوق، راكم عارفين مع دازت عليا صعيبه صعيبه بزاف، وتخيلوا اللحظه اللي غادي نهبط باش نشوف ليليا تبورجت، عرفتي صعيب صعيب بزاف الحال. تيئست ما نكذبش عليكم، تيئست تشوف بنتك عرفتي قدك هادي كيفاش تيدوروها يجوا سبعان تيدوروها بحال هكا في داك القرعه فين كانت عايشه. صافي است وبكيت، وراكم عارفين كيفاش بكيت على لينا الله يرحمها، وتزادت هادي صافي تصدمت، صافي مبقيتش قادره نركز صافي، وخرج من لاكلينيك كما عرفتي بلا حتى وحده فيهم، ومشيت لداري وتنطوي داك الحويجات وتنتأزم، وقلت صافي ما عندي زهر هاد الولادة هادي، صافي واخا هي وحيدة وما كتبش هي، صافي يئست لواحد الدرجة خطيرة. وكل اليوم يومين كنت نمشي نشوف في لاكلينيك بنتي، كنشوفها مسكينة باقة، وتنطلبهم وتنقولو لهم عافاكم، هي قولو لي حالتها كيفاش دايرة. الله يكثر خيرها، واحد السيدة اللي قالت لي شوفها سارة بنت ديالك بخير وعلى خير، وان شاء الله غادي تخرج على خير وبخير. مع عمرني ننسى داك النهار، صراحة داز داك النهار واو، كيفاش غادي نخرج ليليا بحال شي وحده مشات يتمنى شي واحد، يا بحال ما ولد ما والو، هي مشات تمنى شي واحد وجايباه معاها. مع عمرني تبارك الله ولد دابا شي ربعه د الوليدات، مع عمرني زعما وقعت لي بحال هكا، الله يحفظ الله يستر، ملي وقعت لي بحال تقول ماشي زعما ماشي انا اللي ولدت. مشيت جبتها كنت ترعد، وتخيلوا فاش نشربها الرضاعه اقسم بالله تسمع قد 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 العظومه وكتصرط، تنسمع داك الجغمه فين واصله، كتسمع قد قد بحال هكا سبحان الله. والحمد لله صارت الليالي باش بنتي تولي على خير وبخير، وما تنعش ليل لا نهار، وعندك تخنق ليا، عندك شي واحد يدخل عندها داكشي بزاف، واكثريه واحد النهار تخرج لها الحليب من النيفه وتخنقات، وقلت صافي صافي مشات هي عرفتي، الله يستر وليت اي حاجه تنخاف منها. الحمد لله دوز شويه، وغادي نوريكم بالتصطيب كيفاش كانت، كيفاش دوزتها في لاكلينيك، وكيفاش ولات، كيفاش الحمد لله كيفاش دارت الحيمات شويه، و الله يحسن العوان. صراحه بزاف ديال الناس كيفاش يصيفطوا ليا في الانستغرام كيفاش وحيده مسكينه ماتت ليها ثلاثه الوليدات في نهار واحد، مسكينه كانت حتى هي حامله، وحامله في النهار اللي ماتت ليا لينا الله يرحمها، قالت لي ساره ما يبقاش فيك الحال، وتنوجه لها التحيه من هذا المنبر، مسكينه الله يرحمهم يا ربي يا مولانا كريم،
وطبعا طيور من طيور الجنة والقوم اللي ان شاء الله بإذن الله بقات فيا بزاف. تخيل حاملة 9 شهور والنهار اللي غادي تولدهم ولدتهم ساكن 3 ميتين، كانوا عندها 3 توام. ايوا الحمد لله على كل حال، ربي بغاهم هادشي من الاخر الحمد لله. راح ماشي ساهل 9 شهور وانتي حاملة بيهم وتقدر توقع شي آفات، والحمد لله وشكرا على كل حال. هانتوما كيما كتشوفوا ليلياتي فاش كانت في لافريك دوزتها بزاف، ومسكينة حسنوا ليها الجناب ديال الشعر ديالها حيت معاها مبقاوش العرق باش يدوزو لها السيروم وداكشي الماكلة ديالها ولي زونتيبيوتيك تا هما. حسنوا ليها الجناب ديال راسها وحسنوا لها تا في الراس ديالها الفوق شوية، حسنوا لها باش عاد باش لقاو العرق ديالها. وشو مسكن الصناطة كيفاش كانت وكيفاش واو مسكينة وعانات عانات هاد البنت بمعنى الكلمة، قات فيا لواحد الدرجة بزاف بزاف. تخيلت وليداتي فاش يجيو عندي تقول لي مسكينة تتبقى فينا كيفاش دوزتها، وكانت تنوريهم التصاورات ديالها فاش كانت في القرعة وكيفاش تا مسكينة خرجات الحمد لله دوزتها بزاف بزاف. والنهار اللي خرجات عاد باش ارتاحت ومع ذلك لقيت الرجيله ديالها مسكينه بحال طايره لا اللحمه، وقسم بالله طايره لا اللحمه هكاك ما بغاوش يخليوني نخرجها، قالوا لك حتى تبرى. عاود بقات واحد السيمانه حتى ولات شويه، ومع ذلك فاش خرجتها داك شويه ديالهم كيفاش انا شتا تصدمت، ورغم ذلك كيفاش كانت هاد رجلني دابا ولات شويه. بقيت كنداويها والليالي وانا كنسكينه ندير لها بوماده. الحمد لله الحمد لله يا ربي برات بخير وعلى خير، ودابا ليلياتي بصحة جيدة الحمد لله يا ربي ومنين كريم. ونهار على نهار كتولي صعبة او دوزتها ما نكذبش عليكم دوزتها، و غنبدا نوريها لكم مرة مرة ان شاء الله بإذن الله، وغادي تعطيونا رايكم وتقولوا لي حتى لمنت كتشبه ليلياتي. دابا حاليا تقولوا لي الاكثريه ديال العائله ديالنا اللي شافوها تقولوا كتشبه ليوسف ولدي فاش كان صغير. ها الانستغرام ديالي، شوفوا الانستغرام ديالي بزاف ديال الحوايج اللي ما تنبينهمش في يوتيوب، سمعوني مزيان بزاف ديال الحوايج ما تنبينهمش في يوتيوب تنخليهم خاص هي في الانستغرام، ولكن في الانستغرام كنبين بزاف ديال الحوايج اللي الصراحه اللي ما يمكنش نبينهم في يوتيوب. نتوما غادي تفهموا بلا ما نشرح لكم بزاف، شحال من واحد يقولوا لي ومني تتبيني في الانستغرام علاش ما تبينيش في يوتيوب. كاين واحد المشكل اللي ما يمكنش نقوله لكم، تابعوني في الانستغرام شحال من حاجه كنحطها، وغادي تشوفوا الجديد ديال ليليا في كل ندير انا تقريبا في كل شهرين نبدا نوريكم ليليا كيفاش ولات وكيفاش نبدا نوريكم الجديد ديال ليليا. حتى ان شاء الله باذن الله تشوفوها في مره في وباقي ان شاء الله غادي ندير الاسبوع ديالها تنستنى هي خوتي يجيو من تركيا ان شاء الله باذن الله، الله يجيبهم على خير توحشناهم الصراحه بزاف بزاف، واخا متابعينهم ها هما شنو داروا وشنو فعلوا وشنو تركوا، ولكني صراحه خلاو بلاصتهم واللي خطيهم علينا ان شاء الله باذن الله يجيو من تركيا، وداك الساعه نديرو نهير ليلياتي نفرحوا بها. شحال من واحد سولني فوقاش نديرو الاسبوع تاع ليليا، ضروري ومؤكد. هي طبعا ذبحنا ليها في 7 ايام، طبعا ذبحنا ليها و السبيان هي ديالها قلت هي باش تولي الحمد لله شويه وعلى خير وبخير عاد باش نقدر ندير لها اسبوع ان شاء الله باذن الله. يجي خوتي وداك الساعه نديروا الويله ان شاء الله باذن الله ونفرحوا بها، وداك الساعه نبارطاجيها معكم ضروري الويله ديال ليليا، وداك الساعه يكون خير يا ربي يا مولاي كريم. نتمنى يا ربي تدعيوا ليا مع ليلياتي والاتي وهذوك بنيتاتكم طبعا، ونتمنى يا ربي الخير ليكم كلكم جميعا اللي ما عندهاش الوليد ولا بنيته يا ربي تيسر لهم يا ربي يا مولاي كريم الزوج الصالح، ويا ربي يا مولاي كريم تيسر لكم حياتكم ودائما تنبارطاجي معكم اي حاجه. تنشكركم بزاف ولي الله يخطيكم علينا. شكرا لاتي ليلياتي ليلياتي اديرو طوطو يلا قولها نيني يا مومو نيني 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 يا مومو برافو هكا كاله برافو نيني 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 لا 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 وجهلة وجهلة وجهلة.
عطيها السكاتة ديالها، يلا عطيها لها، عطيها لها.